والكلمة الآن للأخ الفاضل العضو عادل محمد المطيري، فليتفضل. الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، السيد وزير التربية بدر العيسى، إخواني أعضاء برلمان، طالب تحية طيبة. وبعد، كلنا ندري أن النظام في الكويت، نظام التعليمي في الكويت يحتاج إلى تعديلات وتغييرات جذرية عشان يرقى إلى أن يكون نظام تعليمي متميز ينافس الدول المتقدمة، ولكن الواقع عكس هذا تماما. فنشوف أن وزارة التربية عندها كل الإمكانيات أنها تطور النظام التعليمي في الكويت، لكنها تتعاجز أو تتكاسل عن هذا الموضوع. البندنا اللي راح أتكلم عنه هو بند الاختبارات، وأتمنى من كل قلبي أنكم تأخذون الاقتراحات بعين الاعتبار وما تتجاهلونها نفس ما صار السنة طافت. وزارة التربية مع كامل الأسف تهتم بالكم وليس بالكيف، وراح أضرب لك مثال سيدي الرئيس. الفترة الثانية نمتحن في مقررين، مقرر الفترة الأولى ومقرر الفترة الثانية، ونفس الشيء في الكورس الثاني. شنو الفائدة من حشو أذهان الطلبة بمعلومات كبيرة؟ هل الطالب راح يستوعب هذه المعلومات، ولا بس مجرد اختبار وتتلاشى كل هذه المعلومات بعد الاختبار؟ هذا السؤال لقيادين في وزارة التربية. والدليل على هذا أن معظم الطلبة اللي امتحنوا قدرات فشلوا في هذا الاختبار، والدليل أن وزارة التربية تعتمد على الحفظ وليس الفهم، لذلك نسب السقوط جدا عالية في اختبار القدرات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية راح أتكلم عن الاختبارات المؤجلة. أنا بعرف هذا القرار هل اتخذوه بعد دراسة ولا بس اتخذوه كذي عشوائي. بعض الطلبة ظلموا بسبب أن عندهم ظروف قهرية ولا يقدرون يحضرون مثل هذه الامتحانات، مثلا حالات الوفاة و العناية السريرية وإلى آخره من الظروف. وإذا كانوا يتحججون أن يصير في تزوير في الطبيات، فحطوا شروط للطبيات عشان ما يصير في تلاعب، لأن في بعض الطلبة ظلموا بسبب هذا القرار. والشغلة الثالثة اللي حاب أقولها هو منهج الإنجليزي. منهج الإنجليزي هو من أقوى المناهج اللي موجودة، لكن العيب في طريقة التدريس. والدليل على هذا المخرجات الموجودة. الطالب يدرس من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر إنجليزي، ولكن بعد تخرجه إذا قرر يبتعد للخارج تلقاه ياخذ سنة لغة ويعيد كل اللي خذاه من جديد. هذا دليل على أن المخرجات للغة الإنجليزية غلط، والحل أن احنا نمارس اللغة الإنجليزية من speaking ورايتنج، وما يكون الموضوع بس نظري وانتهى الموضوع. الموضوع الرابع لائحة الغياب، مع أن راح أتكلم بند ثاني لكن حاب أقول هالاقتراح هذا. لائحة الغياب الآن قرروا أن يخصمون كل 10 أيام بدرجة، ومن جهة ثانية أن المدرس يخصم بعد درجات على الحضور، فهناك في ازدواجية في تطبيق العقوبة. فأتمنى أنكم تلغون العقوبة المقررة كل 10 أيام درجة. والسلام عليكم ورحمة الله، وشكرا سيدي الرئيس. شكرا شكرا، وايد طالبين نقطة نظام. تفضل.